نبدأ بتصحيح تمرين رقم 4، إذن تمرين آخر. إذا للتذكير، فهذا التمرين فهو تمرين من الكتاب المقرر مرشدي في الفيزياء. على كل اللي له الكتاب يمكن يأخذ الكتاب. كل التمارين هذه التي قام بعض الأصدقاء بتصحيحها ووضعوا تصحيحها على شبكة الإنترنت، الآن نقوم الآن بشرح أكثر. وذلك الهدف هو أن التلاميذ أن يستفيدوا أكثر وأن يبدو لهم الأمر، ويعني أن نذل العقوبة، الصعوبات كلها أن تكون يعني في متناول الجميع. إذا على كل، فبداية هذا التمرين تقتضي قراءته أولا. إذا كرة كتلتها 700 جرام، ام تساوي 700 جرام، توجد أو يوجد مركزها على مسافة ديك تساوي 1 متر من سطح الأرض. إذا أعطي تعبير شدة قوة التجاذب الكوني. إذا أعتقد بأن ما نبقاوش محتاجين باش نعطيو التعبير ديال اف كتساوي جي في الكتلة ام في الكتلة ديال الأرض على المسافة بينهم أس اثنان. إذا لا ما نحتاجو أننا نكتبو أكثر. إذا أحسب قيمتها، يجب تعويض، سنعوض ماذا؟ إذا جي بقيمتها، إذا جي في المعطيات، ما عندناش كنظن في المعطيات هنا، ولكن حنا معروفة حسبنا شحال من مرة استعملناها. إذا جي هي 6.67 في 10 أس 10 أس ناقص 11. ثم كتلة الأرض ها هي بالطن، خاصك تحولها للكيلوغرام. هنايا الشعاع ديال الأرض وهو بالكيلومتر، خاصك تحولو للمتر. هنا المسافة بالمتر، وهاد الكتلة بالجرام، وخاصك تحولها للكيلوغرام. إذا على كل، هاد النبذة الأولية تفتح لنا الشهية للإجابة. إذا الإجابة على هذا السؤال، إذا أولا غادي نوضعو العلاقة. إذا التحويل، إذا ما نساوش هنايا عندنا الشعاع والكتلة. إذا يمكن تطبيق هذه العلاقة اللي شفنا. إذا عندنا اف تساوي جي في ام تي في ام ال على ار تي زائد دي هو الارتفاع في هذه الحالة. إذا نعوض ونحصل على القيمة مباشرة، خاصة في إذا حساب قيمتها في السؤال الثاني. إذا السؤال الثاني يجيب حساب هذه القيم، نعوض سنحصل على ماذا؟ سنحصل هنا العلاقة هي هذه. إذا هذه شدة جي ثابتة التجاذب الكوني، هذه الكتلة ديال الأرض، هذه الكتلة ديال الجسم، وهذه أش الارتفاع، وهذه شعاع الأرض. وكنلقاو الجواب هو 6 × 10 أس 6.89 نيوتن. إذا الآن نمشيو لسؤال أو تمرين آخر. بعد التمرين الأول سهل بعض الشيء، إذا السؤال الأول سهل بعض الشيء، إذا نحاولو نشوفو هذا، نكبرو شوية أكثر باش نقراو. إذا نص التمرين الرابع، كرتان حديديتان لهما نفس الكتلة وهي إم تساوي 650 جرام، موضوعتان على سطح أفقي تفصل بينهما المسافة 20 سنتيمتر. السؤال الأول، احسب شدة وزن إحدى الكرتين ونعطي شدة التقارب. إذا شدة الوزن، الوزن معروفوها لك، زاد شدة التقارب كيقول لنا بي كتساوي إم في جي، عندك شدة التقارب وتعوض. ما شدة قوة التجاذب الكوني؟ قوة شدة التجاذب الكوني يلا شفناها، ونعوض بالعدد. لماذا؟ عندما ندرس توازن إحدى الكرتين لا نأخذ بعين الاعتبار قوة التجاذب الكوني. علاش هاد القوة ديال التجاذب الكوني بين الجسمين؟ هذا ما جوج سيلوات محطوطين عندك، واش كاين بيناتهم تجاذب؟ كاين، ولكن ضعيف جدا. بينك انت وبين الصديق ديالك هل هناك تجاذب كوني بيناتكم؟ مع العلم ان الجي شدة او شدة ثابتة التجاذب الكوني فيها 6.67 في 10 ناقص 11. يعني كيفما كانت هذه القوة ملي غادي نضربو في 10 ناقص 11 غنلقاو عدد صغير جدا، وبالتالي فإن قوة التجاذب الكوني لا نأخذها بعين الاعتبار عندما تكون الأجسام صغيرة وصغيرة جدا. إذا الآن نجيب على السؤال الأول. إذا التصحيح ديال التمرين، السؤال الأول، إذا بي كتساوي إم في جي، نعوض ونحصل على 6.4 نيوتن. السؤال الثاني، ثانيًا إف تساوي جي في إم في إم دي أس 2، نحسبوها، شحال غنلقاو؟ نلقاو قوة التجاذب الكوني شحال كتساوي؟ كتساوي 7
في 10 أس ناقص في 10 أس ناقص 10، إذا هي 0.00007، إذا فهي صغيرة جدا أمام ماذا؟ أمام القوة هذه الصفر، وبالتالي نأخذها بعين الاعتبار. هذا هو الجواب. السؤال الأخير، لدينا بي، إذا شدة الوزن نقسمناها على قوة التجاذب الكوني هي 6.4 مقسومة على 7 في 10 أس ناقص 11، تبقى بيناتهم شحال؟ 9 في 10 أس 9، وبالتالي وزن الكرة أكبر من شدة قوة التجاذب الكوني المطبقة من طرف إحداهما بكثير، وبالتالي مليار مرة، وبالتالي لا يمكن، وبالتالي قيمة قوة التجاذب الكوني المطبقة من طرف إحدى الكرتين على الأخرى ضعيفة وصغيرة جدا، وبالتالي مهملة أمام قيمة وزن هاتين الكرتين. لذلك لا نأخذ بعين الاعتبار، لا ندرس توازن باعتبار هذه القوة. إذا شكرا على اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.